السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. الذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا، فيديو جديد من قناة رحمة من الله. في البداية ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. فقد بدأت اللعبة التي ستقرر مصير الملايين من البشر، حيث يرى الخبراء أن احتواء هذه الأزمة والقضاء على الوباء راهين بكيفية استخدامنا لتقنية التعلم الآلي. وإليكم مراحل حرب الذكاء الاصطناعي ضد فيروس كورونا كوفيد-19. وتأتي هذه الحرب ضد فيروس كورونا على 3 مراحل. المرحلة الأولى تتبع العدوى واحتوائها. فلأول مرة في التاريخ تم توظيف تقنيات تعلم الآلة لمجابهة فيروس قاتل. هكذا نجحت الصين في احتواء 99% من حالات العدوى الفيروسية، وعادت الحياة من جديد إلى إقليم ووهان. فشركتي ميكفي وبادو قامتا بتطوير نظام استشعار حراري قادر على فحص أكثر من 100 شخص في الدقيقة بدون إعاقة تدفق المرة وإجبارهم على الانتظار، بخلاف الطريقة التقليدية التي تعتبر أبطأ ب600 مرة، مما يتسبب في الازدحام وزيادة انتشار العدوى بشكل مخيف. وقد طورت شركة بادو أيضا نظاما ذكيا لتعقب المواطنين والتأكد من ارتدائهم للأقنعة الوقائية واحترامهم لشروط السلامة، بينما طور العملاق التقني علي بابا نظاما شاملا لمراقبة وتصنيف الأشخاص ثم عزل المصابين بالعدوى ليتم نقلهم للحجر الصحي. وطورت لينكد ميد مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل الصور الطبية للالتهاب الرئوي وكشف العدوى بثواني قليلة بدقة تصل إلى 92%، وهو أفضل وأسرع بمئات المرات من الطريقة التقليدية. المرحلة الثانية الذكاء الاصطناعي وتطوير اللقاح وعلاج العدوى. فنموذج ألفا فولد من جوجل ونموذج الطي الخطي من بايدو يسعيان لتحديد بنية RNA الثانوية للفيروس، مما سيساعد بفهم آلية انتشاره، حيث تمكن العلماء من تخفيف الزمن اللازم لتوقع البنية الثانوية لكوفيد-19 من 55 دقيقة إلى 27 ثانية فقط، أي تسريع العملية بنحو 220 مرة. وبخصوص تطوير العلاج، فإن مؤسسة إنسينكو قامت بتطوير شبكتها الاصطناعية باستخدام نموذج جان لتجربة جميع التركيبات المحتملة في علاج الفيروس. أما مؤسسة بنيفولنت فقد توصلت بالفعل إلى تركيبة محتملة لعلاج العدوى أطلقت عليها الباراسيتاميد، ما تزال في طور التجربة. وإلى هذه اللحظة يعمل أكثر من 100 مختبر عبر العالم لتطوير عقارات ولقاحات باستخدام شبكات التعلم العميق. وفي الصين وكوريا تم وضع 10 عقارات محتملة تقريبا تحت التجربة للتأكيد من فعاليتها في مقاومة العدوى أو القضاء عليها. المرحلة الثالثة إيصال الإمدادات الطبية وتعميمها. سواء قبل أو بعد اكتشاف العلاج لهذا الفيروس، فإن إيصال الإمدادات الطبية وتوزيعها في المناطق الموبوءة مسألة مهمة وضرورية في هذه الحرب. هنا يأتي دور العتاد الروبوتي المجهز بتقنية الذكاء الاصطناعي. ورأينا عدة دول من بينها الصين وكوريا واليابان قد طورت سربا من الدرونز لتوصيل العلاج والإمدادات الغذائية وتوزيعها على أقاليمها. كما تم تطوير مجموعة من الروبوتات تحت الحجر الصحي لتغطية النقص في عدد الأطباء والممرضين. هذه الآليات ستساعد أيضا في تسريع عملية التعافي دون تعريض المزيد من الأشخاص للخطر. فهل ما زلتم تعتقدون أن الذكاء الاصطناعي هو الخطر الذي ينبغي لنا الخوف منه؟ أريد أن أذكركم بأننا نستطيع التغلب على هذه الأزمة فقط إذا اتبعنا جميع الإجراءات الوقائية ولزمنا بيوتنا. وأخيرا أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، ورجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.